التحصين يا سيدنا، أو أهم حاجة في التحصين دراسة وفهم العقيدة الإسلامية الفهم الصحيح. إحنا عندنا إشكالية في بعض الأمور العقدية حتى الآن، فلازم أولادنا نفهمهم عقيدتنا السليمة. وفي حاجة اسمها الحدود برضو يا مولانا. يعني إيه الحدود؟ يعني زي ما الشيخ رمضان كان بيتكلم من شوية، أنا في فرق عندي بين المعصية والجهر بالمعصية. إحنا ما بنقولش إن الناس ما تعصيش، ده الأصل، بس ما حدش فينا معصوم، ليس كلنا الدعوة بنعصي، صحيح لكن كلنا الأصل إنك أنت لما تعصي ما تجهرش بالمعصية. هنا المصيبة، مش المصيبة إنك أنت بتعصي، أنت بتعصي دي مصيبة، لكن الأعظم من ده إنك أنت تجهر بالمعصية. نعم. فحتى لو ابتليت بالمعصية داري، استر على نفسك، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن باب أولى إن أنا أستر على نفسي. طب زي ما حضرتك تفضلت في المقال، في الحديث الشريف سيدنا النبي يقول: ولم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يبقى هنا انتشار الأمراض والأوبئة والأمور المعدية في المجتمعات مش بسبب المعصية، إنما بسبب إيه؟ شيوع. بسبب شيوع المعصية وانتشار المعصية والجهر بالمعصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون، المجاهر فقط هو الذي لا يعفى، اللي بيعمل الذنب وربنا بيستره ويصبح ويفشي السر ويفتح. لذلك أنا فعلا، أنا يا جماعة، أنا أطالب كل مسؤول سامعني أنه يعني يساعدونا في مهمة السيطرة على شيوع مظاهر الفحش أو مظاهر التعري أو مظاهر الزنا أو يعني لابد من السيطرة على احترام، على وجوب احترام العادات والتقاليد.